بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى فقرة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب Bien lire et comprendre. طبعا كنا قد وصلنا إلى la lettre N. La lettre N. إذن on a déjà vu la lettre N. Par exemple, le ni. Le ni. Regardez ici, on a déjà vu cette phrase-là. Voici le nid de Nuno, le petit chat de Lulu. ثم وصلنا إلى هاد الأحرف والكلمات. هاد الأحرف والكلمات N, ni, ne, no, na, ni, lan, mina, mina, le, na, navire. Le navire. إذن عندنا N. ثم عندنا ني. ثم عندنا ن. ثم عندنا نو. ثم عندنا نا. ثم عندنا ني. ثم لان. ثم مينا. ثم le navire.
le navire. إذا نستأنف مع هذه الكلمات التي عندنا هنا كما رأينا regardez ici qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ما هذا c'est un ni إذا نقول c'est un ni c'est un ni إذا نتكلم عن إنه عش إنه عش ثم regardez la deuxième image pour la deuxième image qui est pour la deuxième image qui est بالنسبة للصورة الثانية من يكون qui est c'est René إنه غني. Après, on a la troisième image. Qu'est-ce que c'est? C'est un domino. C'est un domino. إذا نتكلم عن لعبة الدومينو. Après, qu'est-ce que c'est? C'est le navire. Après, qui est-ce? Qui est-ce? C'est Mina. Après, qu'est-ce que c'est? Pour cette image, que représente-t-elle? C'est l'âne. Après, qu'est-ce que c'est? نتكلم عن النافذة. Qu'est-ce que c'est? C'est la fenêtre. Et enfin, on a TRE qui se prononce TR. La fenêtre. إذا نتكلم عن نافذة. إلون فاك إسكوسي. في النهاية ماذا عندنا؟ في النهاية ما هذا؟ سي لا بانان. بعد عندنا هذه المقاطع اللفظية. عندنا نا ني 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 نو ن ن مثلا مينا ثم لا ناب ثم ني مثلا voici Rony ها هو Rony ثم ني مثلا لوني voilà c'est le ni Lily est puni اذا لاحظ هنا نرجعوا لواحد القضيه كنا ذكرناها في الفقره السابقه هي ملي تنستعملوا être قبل من واحد لو participe ديال واحد الفعل اخر إذا اش يعني؟ تعني بأن هذا الأمر حدث لهذا عندما أقول جو سوي مونطي يعني أنا الذي صعدت إذا هذا الصعود حدث لي أنا تي مونطي أنت الذي صعدت لاحظ هنا ليلي إي بيني طبعا هذا فعل هذا إذا أكيد بأن هذا حدث لهذا شنو حدث له؟ تنتكلموا هنا على Le verbe punir. إذا نتكلم على le verbe punir
فعل عاقب ومنها لا بينيسيون. La punition. P-I-O-N تنطق سيون. ذكرناها في المسابقة هذه. إذن لا بينيسيون. إذن العقوبة. ومن فعل بينيغ. فعل عاقبة. طبعا هنا إلا ذكرنا بأن ليلي، لاحظ هنا. ليلي أ نستعمل أفوا هنا. يعني أن لولي هو الذي عاقب. عاقب ماذا؟ مثلا سون فخير، عاقب أخاه. إذن لولي أنه عاقب أخاه مثلا، عندما نستعمل أفواغ قبل الفعل وتحديدا قبل لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. هنا عندنا البارتيسيباسي الخاص بفعل بونيغ اللي هو بوني. طبعا مع الصرف كله غتبقى عندنا بوني. ليلي ا بوني، نو زافون بوني، نحن عاقبنا، الى غير ذلك. اذا هاد لو بارتيسيباسي طبعا تيجي من بعد افواغ، خاصنا نقولوا هاد الفعل لما نحدث، لان هذا قام بالفعل على شي واحد او على شي حاجه. لكن عندما نقول ليلي اي بيني، هنا نقول بان ليلي هو الذي عوقب، هو الذي عوقب. كما عندنا هنا ليلي اي بيني، ما غنحتاجوش نذكروا اشنو ليلي، شكون اللي عاقب ليلي، اشنو عاقب، لانه هو اللي تعاقب. اذا الكلام غيكون حدو هنا ليلي اي بيني، يعني أن ليلي عوقب. هذه الجملة مبنية للمجهول، ما تنعرفوش شكون اللي عاقبه. ولو أننا تنعرفوه مبنية بهذا الشكل، ممكن ما نضيفوش شكون اللي عاقبه. ممكن نقول مثلا ليلي اي بوني باغ سون باغ، ليلي أنه عوقب من طرف أباه. ولكن حتى ولو أننا ما نذكروش، سواء ذكرنا الأب أو ما ذكرناش، فهذه الصيغة مبنية للمجهول. نتكلم هنا على لا كونجوغيزون دي فيرب بينيغ على فوا باسيف. اذا نقول هكذا، طبعا هذا غنعرفوه من بعد فقط كاشاره. ثم عندنا ني روني اي فيني، لاحظ هنا عندنا مره اخرى لو فيرب فينيغ روني اي فيني، يعني ان روني هو الذي اتى، هو الذي اتى. طبعا لو فيرب فينيغ ما غيكون الا مع اتر، ما نقدروش نستعملو مع أفواغ باش نقولو مثلا غوني أنه جاب. كاينة أفعال أخرى تفيد هذا المعنى ديال أنه جاب أو أنه أتى بشخص، أنه أتى بشخص. فينيغ عموما يصرف مع إتر. إذا كما قلنا ني غوني إيفوني، غوني إيفوني. نقول مثلا نصون فوني، نحن أتينا. Vous êtes venu. Et dans ce terme-là, l'auxiliaire être dans le verbe venir. Tout le monde a non, non, maintenant, domino, domino, tout le monde, nono, nono. Voilà, nono, le petit chat de Lily. Ne, maintenant, la lune, la lune, la lune. D'accord, on a fait ma sabac. Le maqsoud de la kalima. القمر. نقول لو سولاي، لو سولاي يعني الشمس، وهي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية على عكس العربية، كأن الكلمتين معكوستين. لا لين اللي تتعني القمر، هذه الكلمة هي مؤنثة. لو سولاي اللي تتعني الشمس اللي هي مؤنثة في اللغة الفرنسية مذكرة. لا لين. ثم عندنا إيغان، إيغان، إيغان. إذا نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.